ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام على قناة التناصح أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع دار الإفتاء والأرقام التي للتواصل 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103 كذلك رقم الفايبر للمشاركات الدولية ويمكنكم المتابعة على اليوتيوب وصفحة البرنامج كما هي معلومة لدى المشاهدين الكرام. نبدأ بحول الله وقدرته في الجواب عن بعض الأسئلة التي بقيت في الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي الحلقة الماضية بقي لنا بعض الأجوبة التي لم نستكملها. يسأل عبد الله من مصراتة كيف يتحلل الشخص من أحد أخطأ في حقه أو أخطأ في حق شخص في الطريق العام يقول فيعني سببته ولكنه يعني ذهب على حاله وكيف أعتذر منه أو يعني يكفر الإنسان عن خطئه. على كل حال ينبغي على المؤمن أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا صخابا ولا لعانا ولا فاحشا في قوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتخلى ويتأسى به صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تعرض إلى ما يضايقه في الطريق أو في غيرها من المواقف ينبغي عليه أن يتحلى بأخلاق الإسلام والأخلاق الفاضلة. لكن لو حصل من الإنسان شيء من ردود الفعل وبسبب الانفعال والغضب وأخطأ في حق شخص في الطريق ولم يجده فإنه يكثر له من الاستغفار حتى يغلب على ظنه أنه وفاه حقه. فإذا استغفرت له ودعوت له في ظهر الغيب هذا الذي أخطأت في حقه وقد انصرف ولم تصل إليه حتى تعتذر منه فإذا أكثرت له من الدعاء في ظهر الغيب فإن ذلك يعد من كفارات الذنوب والله أعلم. معنا متصل الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبركاته يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله. يا شيخنا بالله ابن نقول لك سؤال لكن هذا اللي نعطوها هذا عقيلة صالح والنشري مصغروا مشكلة ليبيا وحطوها في مشكلة في العسكريين وفي المزدوجين الجنسية. احنا اعتراضنا على مجرم الحرب هذا لانه مجرم وقاتل وهجر الناس ونب قبور ودار مخابر جماعيه هذا اعتراضنا مش اعتراضنا انه كونه عسكري ولا عنده زوج جنسيات. صح هو في اعتراض على الكلام هذا لكن الطريقه اللي تصوروا فيها هم. وبعدين يا شيخ فيه الانبطاح والتنازل اللي صاير في صف الثوره شيء رهيب وصلوا انهم يتكلموا على العالم والنشيد وهم ذكر الليبيين من 1969 اليوم المسؤول اليوم اليوم هذا هم يقتلوا في الليبيين يهجروا فيهم والزحف يضربونها في الرياضيه يقتلونها قتلوا 1200 شخص في السجون مهما داروا وتو يجي يقول لك مصالحه وتسامح بالله كيف يا شيخ هل معقول نسامح الشيخ محمد التنظيمي قتلوه في الثمانينات قعد جثمانه موجود في المستشفى الى 2011 بس القوه بس يعني كيف بنسامحه بالله كيف يا شيخ الكلام هيك مصالحه فيه تجي يا شيخ. حاضر تسمع الجواب اخ محمد. الاخ ادريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل.
الله يفضلك ويبارك فيك ان شاء الله. نفعكم الله بعلمكم ونفع بكم يا رب العالمين. الله يحفظكم جميعا. ومتعك الله بالصحه والعافيه. بارك تحيه للمستمعين والمشاهدين والاخت اللي على الاشاره واللي ورا خلف الستار هذا ما في القناه. يا شيخ عندي 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 موضوعين قبل ان نسرد سؤالي يا شيخ الشرعي. بالنسبه للعاصين هذوما والغافلين في نوعين. العاصين الغافلين يتبعوا في التيك توك هذوما يا شيخ. انت تكلمت بي شرحت بي الكفايه وتكلمت عليه شرعيا بما فيه الكفايه والحمد لله تكلم عليه المشايخ. لكن الان ظهرت علينا حاجه اخرى في التيك توك يا شيخ. مثل العاصين اللي هذوما يتبعوا في التيك توك وتاركين اطفالهم. الان امس انا جيت خبر في قناة إخبارية إن في عدد من التلاميذ في المكسيك تسمموا بسبب التيك توك، فيقولوا لك كيف تسمموا؟ بسبب نشر موضوع في تحدي في التيك توك وتسمم بهذا أكيد نشر الموضوع هذا فيه يمين الأكل يمين الشرب. فالإنسان ليش يرمي نفسه في أحضان الشيطان ولا يرمي نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى سواء للكبار أو للصغار؟ هذا موضوع واضح هو خير يعني مسد الفحش اللي فيه مسد الفحش اللي فيه مسد الحاجات الاخرى فالانسان ينتبه هذا عاصي وغفيل. الموضوع الثاني على بعض الناس الغافلين احيانا تدخل لضيف غريب وتخش له في الحوش بتاعه وتبدا انت مستغرب وحاصر ويشرب مشروب مرات حتى الشاي تشرك بها. لما تخش في بيت الله وتضع يدك اليمنى تضع رجلك اليمنى داخل المسجد وانت تخش نحكي على اللي ينتظره في الصلاه وما بعد الصلاه بدل ينتبهوا لله سبحانه وتعالى يبدا يدرسك اطماطم اليوم كذا التسعيره كذا اليوم كذا وين صبيت كذا صبور في مكان ثاني فكيف يكون الادب داخل المسجد داخل بيت الله سبحانه وتعالى يا شيخنا؟ خير ان شاء الله واضح الجواب ان شاء الله خير ان شاء الله. السؤال الشرعي هو يا شيخ هو بالنسبه للزواج يا شيخ لما تمشي تخطب وتشوف بنت وتشوف انت طبعا بيقولوا لك تفتح انت الموال الشرعيه الظاهره هذه واضحه كالشعر والراس والعين وكذا والرجل والحركات هذه. ولما يجيك الفاتحه يقول لك الخاليه من الموانع الشرعيه. وبعد اسبوع او اثنين تكتشف انها عندها بمرض انت ما سمعتش به وهو مرض داخلي ما يطلعش عليك. مثلا كالصرع او السكر او الضغط. فاين يكون الاسم هذا؟ وما حكم الشرع في هذا؟ بالنسبه للي يخلو في الامراض هذه البنات اللي يزوجوهم لناس اخرى. الحكم الشرعي في هذا يا شيخ. حاضر تسمع واضح حاضر تسمع الجواب واضح ولا حاضر حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. اعطيني قلم عبد الله من الخمس. عبد الله من الخمس اخ عدنان. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. نعم تفضلوا. الله يبارك فيك. بالله نبي نسال سؤالين للافتتاح في الصلاه صلينا عنده عده أذكار الله. السؤال الثاني قصد المحصنات كيف كان هل من توبة وإلا لا؟ مش واضح السؤال الأخ عبد الله من خمس. الاستفتاح في الصلاة يا شيخ. إيه. كان عندي الله على رسول الله كان يقول ينوع. خير الاستفتاح في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السؤال الثاني قصد المحصنات يا شيخ. الاستفتاح في الصلاة ماله؟ كيف يقول الناس تفتح في الصلاه كيف يقول؟ ايه صيغته يعني. ايه والسؤال الثاني شيخ قصد المحصنات هل من توبه؟ الو حاضر واضح سؤالك يا اخ عبد الله. ماشي بس عليك. محمد من طرابلس. الأخ محمد من طرابلس تفضل. أيوه تفضل أخ محمد أنت على الهواء. أنا عندي سؤال بالله. تفضل تفضل أنت على الهواء. نسبة الزكاة في زيت الزيتون. إيه. تنين مثل قداش النسبة العشر نص العشر مش عارف. إيه حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. وعندي زيتونة هذا تشرب من البير السود هيك هذه شنو نبيعها وناكلها يعني ناكل منها ولا كذا ولا جايز ولا مش جايز. ماشي. طبيعية ثمرتها طبيعية صح؟ ثمرتها طبيعية بس طبيعية ان شاء الله. ما شكرا.
تفضل معنا متصل آخر. الأخ عبد الله من العربون من العربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومكم فلاح وتوفيق ونصر من الله العزيز القوي الجبار. الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله. الله في أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أحمد جيت أيهما أفضل تو؟ نعم؟ نعم أنت تفضل. أنا الأول أيهما أفضل للمسلم يعني الحج والعمرة أو زي ما تقول يشبح فقراء سوريا وفقراء المسلمين نساء أطفال يعني أما أولى نقدموا العمرة أو مساعدة الأطفال والنساء وأحياء النفس الله كمن من أحيا نفسه كمن أحياها جميعا فمات لا يبس ما تحضنيه فمات. والسؤال الثاني الأطباء اللي يخدموا في بريطانيا وفي فرنسا ويخدموا في الكفاح وفي الجنود الأمريكيين وفي الصهاينة واللي دمروا في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفلسطين وهم يخدموا غادي يقدموا خدمة أعداء الإسلام مقابل مال. أما لو يخدم يعالج المسلمين في ليبيا وفي مصر في تونس في بلاد من المسلمين حتى لو كان الفرق بسيط الحكم بالله نفسه التوضيح مش حتى اليوم غدوة بعد غدوة توضيح لها الأمور هي لأن في نهي عن الهجرة لبلاد الكفار ومعاونتهم والله أعلم. هيك سمعت شيخ يقول في أولويات فما حاضر اسمع الجواب إن شاء الله. وربي وربي وحدنا على الحق والعدل اللي ضاع سنين. آمين يا رب العالمين بارك الله فيك. معنا الأخ أسامة من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عفتاح وحيا الله قناة تناصح ومشايخنا الله يحفظكم وعلمائنا الله يحفظكم وبارك الله فيكم ورحم الله علمائنا الذين قضوا نحبهم في الأيام الماضية. واليوم الشيخ محمد النابلسي نسأل الله يتقبل برحمته إن شاء الله عالم من علماء الأمة. الشيخ عفتاح والله إني عندي ملام شوية على المشايخ وخافت مشايخنا ونروا فيهم منهم قدوتنا في هذا في هذا الوقت ولا نزكيكم على الله يعني صراحة حني اليوم تقدير للناس الأخيان اللي تتقدم صفوفنا لتصحيح مسار فبراير. الشيخ عفتاح كل فبراير يعلم أن راي الثورة سرقت من نقوله من انقلاب المجرم حفتر إلى هذه الساعة 8 سنوات ولم نفعل شيء. حتى الاحتجاجات التي نقوم بها نحن أحرار ميادين الثورة من كافة ميادين الثورة مسلاتة والقمص الزيت المصراتة زوارة صبراتة الزاوية كافة المدن مع احترامي للي ما يسعنيش الوقت أن يدخلها فنقول مثلا أمثالكم أنتم يا شيخ عفتاح ما تذكركش على الله وأمثال المشايخ نبوكم تتقدمون يا شيخ عفتاح نبوكم تنزلون أنتم وتصدروا بكلمة الحق ونحن وراكم يا شيخ عفتاح أشهد الله أننا نحبكم بالله وما لنا منكم إلا التقوى والزهد. أنت يا شيخ عفتاح يشهد لك التاريخ في عزارة يعني من ينكر على الشيخ عفتاح وراجل علم وراجل قيادي نروكم اليوم بإذن الله الشيخ عفتاح أنكم تحطوا الناس على النزول خاصة الأحرار مش كل الشعب الليبي معانا في هذه القرية ولكن التلة ولو كنا 1000 يا شيخ عبد الفتاح بإذن الله تنحدث التغيير للأحسن أشهد الله ما ردنا إلا العزة لله وما تكونش العزة لغير الله يا شيخ عبد الفتاح نحن حتى من مشايخنا وعلمائنا أشهد الله أن لما رأينا فيهم الصدق والقول والإحسان أشهد الله حبيناكم في الله زادت محبة لإنكم فضعتم بكلمة الحق. فلهذا شيخ عبد الفتاح بالله نبو منك هذه المروة ونبو منك هذا الحتى على الناس ومش نستنى اليوم 17 بل اليوم كما نقول لك غدوة نقول لك اليوم لأن خير البر عاجله ونسأل الله يحفظكم يا شيخ عبد الفتاح سمح لي إذا كنا طولت عليك وربي يحفظك ويتقبل الله شهادتنا في عليين يشفي الله جرحانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا بما يقولون. السائل يسأل يقول سالم من البيضاء سأل فيما مضى الاستفادة من إسرائيل هل هي حرام أم حلال؟ الآن مقصوده بإسرائيل هنا بني صهيون ومعاملة اليهود على الناس أن يدركوا أنه في زمننا هذا لا شيء في الوجود أشد على المسلمين وعلى وجودهم وعلى مقدساتهم من اليهود وقضيتنا معهم معروفة معلومة لدى أهل الخير وأهل الحق ولدى أصحاب العقول ولا ينكرها إلا منافق معلوم النفاق
أو هو دسيس بيننا لليهود، لأن الذي يقول ليس لنا عداوة مع اليهود أو أنهم هم أبرياء وغير مغتصبين لمقدساتنا وأنهم ما فعلوا شيئا وينادي بالسلم والتعايش معهم، هذا هو يعني يعينهم، هذا الذي يعينهم. الذي يغتصب بيتك، الذي يغتصب بيتك ويتربع فيه ثم تنادي الناس أنت للجلوس مع هذا الغاصب في قعر بيتك في مربوعتك، تبي تقعمز يقول هذا السلم أنت نتصالح معك ومعه، تعال نقسم المربوعة بينك وبينه، والله البيت هو غاصب للبيت، غاصب للرقبة، غاصب لبلد الإسلام، غاصب لمهبط من مهابط الوحي، غاصب لبيت مقدس عظمه الله عز وجل، غاصب لبيت أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم به إليه ليبين لهم مكانته، غاصبا لمقدس من مقدسات المسلمين، ويقول لك التعايش معهم والحوار معهم والنقاش معهم. ما تنازل المسلمون عن حقوقهم إلا ازدادوا دلة. الذي يتفاوض والذي يناقش والذي يعني يحاور والذي يتصالح بعد ردود الحقوق إلى مستحقيها، وبعد يعني أن تعطيه حقه من أرضه وماله وممتلكاته، فإن دعوته للصلح فماشي، يعني لا بأس أن يجنح الإنسان للصلح كما قال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن بعد أن ترد لنا الحقوق، ترد لنا الحقوق، وبعد أن ترد لنا المكارم وأراضينا التي اغتصبت، بعدها نتناقش معهم ونجنح معهم للسلم. أما أن تضيع المقدسات ثم يجبرونك على النقاش وعلى الحوار، أو يجبرونك على عدم الخوض في هذا الأمور، ويجبرون الأئمة على عدم الدعاء عليهم حتى في شفت الذل إلى أي حد يصل، أن تمنع أنت من الدعاء على اليهود الذين يغتصبون ويقتلون وينكلون بنا وبأمتنا أشد أنواع التنكيل والعذاب، يمنعونك من الدعاء عليهم لا أن تقاتلهم. وكثير منهم يعني قال لا نجرؤ على، أنكر على المقاومة هناك في غزة وفي غيرها، حتى أنكر عليهم أنهم يحدفوا بالرشاد، قال لا لا تسمى بثورة الحجارة وهذه ثورة، يعني ينكر عليهم أنهم يدافعون عن أنفسهم حتى بأيديهم. أنت لم تتجمل عليهم بشيء أصلا، لا بمال ولا بعتاد ولا برجال، ثم تنكر على أهل البلدة هناك أن يدافعوا، وأن يعني تنكر على الإنسان أن يدافع حتى بيده بحجارته وبعصاه. فهذا هو والعياذ بالله من الخذلان. وما ترك الناس الجهاد والكفاح والدفاع عن قضيتهم وعن أمتهم إلا أصابهم الذل والخذلان. والله عز وجل يختبرنا ويقيم علينا في الشواهد والامتحانات، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يكون للشيء كن فيكون، يولي على الأمة رجل قد لا ندركه وقد لا نعرفه وقد لا يكون من بشرتنا ولا من ألواننا ويقود هذه الأمة، وما ذلك على الله بعزيز. يبعث الله عز وجل من ينصر هذا الدين كما نصر البخاري سنة النبي والنيسابوري وابن ماجة، هؤلاء ليسوا من العرب أصلا، وكما نصر الإسلام بالحبشة وبصهيب الرومي وبغيرهم وبالقادة وبصلاح الدين ومن العرب ومن الأكراد ومن الأمازيغ ومن الروم ومن الحبش، نصر الإسلام الله عز وجل، نصر الإسلام بها بأصناف متعددة من الناس. فنسأل الله عز وجل أن يخرج لنا من ينصر هذا الدين بعد أن تخاذل حكامه ورؤساؤه ووزراؤه، تخاذلوا وانبطحوا للغرب ولأعداء الإسلام أيما انبطاح، لكن الله عز وجل الآن يقيم الحجة وينتظر من الذي ينتفض ومن الذي يقول الحق ومن الذي يدعم بماله ومن الذي يدعم بلسانه ومن الذي يدعم بقلمه ومن الذي يدعم بجسده وبروحه. فالله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يسجل الله عز وجل كل شيء،
وينظر من كان مخلصا ومن كان خاذلا ومن كان منافقا، فكل ذلك يسجله الله عز وجل ويكون حجة علينا. فمعاملة البضائع اليهودية والتعامل معهم والشراء هذا لا يجوز، لا يحل. لو كان هالمليارات والملايين من المسلمين والأعداد من الأموال التي تنفق بالمليارات أو يزيد في السلع لو سخرت لمقاطعة ما كان فيه دخل لإسرائيل وما كان فيه دعم لهم لنجح الناس في ضرب اقتصادهم ولتسولوا الأسواق، ولكن للأسف خيراتنا كلها تضيع هناك، نفطنا يصب هناك وبضاعتنا تأتي من هناك ويدعمونها ويشترونها ثم ينكرون عليك بسلاح الخونة والذين هم يعني ذراع لهؤلاء المجرمين. يقول لك المقاطعة غير جائزة وما في الشرع وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أزهق أرواحهم، مش تقول لي المقاطعة غير جائزة. هؤلاء اليهود حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرق بيوتهم وحرق نخيلهم حتى لام عليه المنافقون من أمثالكم وقالوا كيف تحرق البساتين، فنزل قول الله عز وجل يبرئه ويسليه ويرفع عنه الملامة ويقول له ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فالمخبلون والمطبلون والمخدرون لأفكار الناس ولهمم المسلمين هذوما دائما في كل عصر. فإذا يجب على الناس أن يقاطعوا كل ما يمت هؤلاء بالصلة سواء هم أو غيرهم من أعداء المسلمين الذين سبوا رسول الله وطعنوا فيه وسخروا منهم. ثم يقول الأخ إبراهيم من طرابلس يقول تناديه أمه وهو يصلي ويشعر أو يسمعها وهي تتألم في الصلاة فيقطع صلاته. نقول للأخ إبراهيم أولاً ما دمت تعلم أن الوالدة تحتاج إليك، والدتك تحتاج إليك، فينبغي عليك أن تصلي بجانبها حتى إذا رأتك هي تصلي لا تشغلك بهذا الأمر. والأمهات رحمات بأولادهم وهن مسلمات ويعلمن الشرع، فإذا رأتك تصلي هي ستصبر وستكمن هذا الأنين أو هذه الطلب الذي تريده تؤخره قليلاً حتى تكمل أنت صلاتك. لكن لما أنت تكون تصلي في دار أخرى وفي مكان بعيد عنها هي تظن لا تعلم بك أنك في صلاة، فلو علمت أنك في صلاة ما تفوهت بكلمة أصلا، رأفة بك ومحبة بك ورأفة عليك. لكن لما أنت تكون غائبا عن أنظارها تظن أنك يعني ممكن في غير صلاة فهي تنادي وأنت تضطر إلى قطع الصلاة. فما دمت أنت تصلي في البيت يعني ينبغي عليك أن تصلي قريباً منها حتى تراك وهي تصلي، هذا أولاً. ثانياً لو اضطريت للصلاة يعني وفي بغير جانبها في مكان بعيد عنها وهي تعرضت يعني لأذى أو سقوط أو يعني مرض وشعرت أنها تنادي لهذا لأمر ضروري يجوز لك قطع الصلاة، لأن قطع الصلاة للأمر الضروري جائزة في الشريعة، وهذه من رحمة الله بالعباد. إذا رأيت رجل أعمى سيسقط في حفرة مثلا تقطع الصلاة من أجل إنقاذه، وإذا رأيت طفل يحبو لكانون من النار مثلا عافية أو لخيوط الكهرباء مثلا يضع يده عليها طفل صغير، فالواجب على الإنسان يجب عليه أن يقطع الصلاة، مش يجوز، يجب عليه أن يقطع الصلاة لإنقاذ الأنفس ولإنقاذ المال المحترم. حتى المال إذا كانوا أنت عندك 500 جنيه ربطت 500 جنيه وجي العيل برميهم في الكانون تقطع الصلاة وتأخذ تحولهم مثلا، لأن مال له بال، يجوز قطع الصلاة من أجل إنقاذ المال الذي له بال. وأنت تصلي واحد دخل المحل متاعك بيسرق لك جر متاعك والله بضاعتك تقطع الصلاة وتأتي تدافع عن مالك، فالله رحيم بعباده. فإذا قطع الصلاة من أجل إنقاذ الأنفس ومن أجل إنقاذ الأطفال وضياع الأموال والممتلكات جائز لا بأس به. وكان الصحابة أحد الصحابة رضي الله عنهم
يعني انطلقت دابته وهو في الصلاة فلحق بها فمسك بها وهو في صلاته وأكمل صلاته. فأنكر عليه بعض الناس فقال: لقد رأيت من مقاصد الشريعة ومن معاملات أصحاب رسول الله ما يحملني على فعل مثل هذه الأمور. فهو يعلم أنه إذا انفلتت دابته أو شردت منه أنه لا يستطيع الرجوع إلى بيته، وقد يتأخر على بيته والمسافة طويلة، أو تضيع عليه الدابة أصلا. فيجوز الإنسان للحفاظ على المال أن يقطع صلاته، وكذلك للحفاظ على صحة والدته وخدمتها. لكن كما أخبرتك تقف بقدر الإمكان قريبا منها حتى لا تفسد عليك صلاتك هي، والله أعلم. الأخ كذلك الأخ محمد من طرابلس يقول: الناس الآن في محاوراتهم ومناوراتهم، مع احترامي على ما تلفظ به لعله، يعني ما وقع فيه أهل البرلمان وأهل المجلس المجلس الدولة من محاورات ومناورات، هل هذا صحيح ولا باطل؟ هذا هو يعني مشايخنا لم يقصروا في بيان مثل هذه الأمور، والمفتي حفظه الله ونائبه ومجلس البحوث والمشايخ في برامج الأخرى وأهل الحل والعقد والعقلاء والسياسيون والمصلحون بيّنوا كثير من هذا الأمر، وينبغي على المجلس الدولة أن يرجع إليهم في الاستشارات وأن يستفيد من أهل الخبرة، ولا ينفرد بآرائه ولا بأقواله ولا باتخاذ قراراته، لأنه كما خوله الناس يعني في هذا المنصب ينبغي عليه أن لا يخون أمانته والذين وضعوا فيه هذه الثقة، وأن يستشيرهم وأن يعني يكون له وزراء واستشاريين، وأن يوسع دائرة الاستشارة ولا ينفرد بالرأي في مثل هذه الأمور، لأن الضغوطات التي تحوم حول الإنسان تحمله على الانسلاخ من جلده لا من فكرته ولا من عقيدته فقط، ينسخ الإنسان من جلده لما تكثر عليه الضغوطات. فينبغي على الإنسان أن لا ينفرد ولا يشعلش الأمر في شخصه، وهذه مواقف تاريخية ينبغي على الإنسان أن يقف فيها موقف الشورى بينه وبين أهله وأهل الخبرة وأهل الاختصاص بجميع تنوعهم وبجميع سياساتهم، لا أن يقتصر على يعني من حوله في الدائرة القريبة فقط، فقد يقع في محظور وفي خطأ يدخل البلاد في مداخل لا تحمد عقباها. فينبغي عليهم من باب النصح. أما قضية التحاور عليه، قضية كونه عسكري أو كونه عند الجنسية أو ما عندهاش الجنسية، فهذه قضية العسكري، نحن لا نبغض أي عسكري، العسكري رجل منا، وأنا ما أحببت العسكرية إلا بعد أن خضناها الآن. أنا والله يعني أكون كل احترام للأهل للجيش ولبلادنا وجنودنا الذين دافعوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم وأرواحهم، ويعني تعبوا في سبيل حفظ هذا الوطن وفي الحدود وفي البوابات وفي المنافذ، والله أنا أحب أعزهم وأحبهم لأنني عشت معهم لحظات وأزمن يعني زمن لا بأس به، وعشنا معهم الحلوة والمرة وقاسينا معهم، فهم منا ونحن منهم، فهذا ليس بغضا لهم، ولكن جرى دستور البلاد هكذا أنه أن يتولى الأمر هذا رجل مدني، والمخاوف كما هي لا تخفى على أحد. القضية يعني معروف يعني المخاوف أهل الانقلاب ومخاوف من سام أهل شرق البلاد سوء العذاب وسام غرب البلاد سوء العذاب وسام من قبل شرق البلاد ومن غربها سامهم سوء العذاب كذلك في تشاد من قبل، فخضنا معه التجارب وأذلنا وأذل أبناءنا ونساءنا، وبل رفعوا معهم في تلك الحروب نساء عفيفات ضحكوا عليهم ورفعوهم في ذلك الوقت، وشالوا الأولاد من المدارس في حروب تشاد وأوغندا وغيرها، وكانت بإمرته وتحت، وكلها كلها حروب خاسرة، والآن بعد كذلك حتى حربه على طرابلس خاسرة، والآن يقول لا بنرجع للتفاوض وللصلح. إذن لما أنتم تدعمونه ما دام هو يدخل البلاد في الحروب وينكل بأولادنا؟ لكن هو مسألة زمن ووقته انتهى ووقته ولى وزمنه أدبر، أفلا
نجمه بعد أن خذله الله عز وجل في كثير من المواقف، وهذا ولا يهمنا هذا الأمر، ولا تهمنا تلك يعني المناورات التي يناورونها. ولكن نصيحتي لأهل البرلمان وأهل المجلس الدولة، أنتم ستسألون عن هذا الوطن وعن هذا الدين وعن هذه البلاد التي ضاع حماها وضاعت ثرواتها وضاعت خيراتها، وزال أولادنا لازالوا يتكففون، لازالوا جوعى وزالوا عطشى، والناس يتكففون يبحثون عن يعني رغيف العيش اليومي ويبحثون عن تعيينات، وأنتم تتمتعون وتأكلون. لا أريد أن يعني أغليظ القول معكم، لكن هذه أمانة أنتم مسؤولون عنها، وإحنا رأينا من فسادكم ومن تقاعصكم ومن تخاذلكم ومن دماركم للوطن، ولكن الله عز وجل يعني سيأذن بمحاسبتكم وب يعني محاسبتكم دنيويا من رجال الوطن ومن قضاء الوطن، أو محاسبتكم بينكم وبين الله عز وجل، والله يطلع على السرائر، نحن لا نخون أحدا، والله عز وجل يعلم الخائن ويعلم الصالح ويعلم الطالح ويعلم التقي منكم، والغيور على بلده يعلمه الله عز وجل. ولكن مشاهد وميادين الامتحان والمشاهدات التي نراها ما رأينا منكم معروفا قط. يكفيكم خزيا وشنارا أن رددتم معاملات الربوية وتنادون بها بأعلى أصواتكم وبحة حناجركم في جلساتكم المشؤومة التي لا بارك الله فيها، التي تنادون فيها برد الفائدة في المصارف التي هي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله، وأذن الله عز وجل بقتال ومحاربة آكل الربا، فهي من أكبر الذنوب والعياذ بالله التي تدافعون عنها أنتم، وهذا كفيل بالإطاحة بكم وبانكسار شوكتكم. وانتظروا، إنا منتظرون، ونحن لا نمل من الكفاح والدفاع عن دين الله وعن وطننا وعن شعبنا، لا نمل حتى نلقى الله. لا تظنوا أننا سنمل من هذا الأمر أبدا، لأننا نحن نعلم علم اليقين أننا أنفاسنا هذه في الدفاع عن دين الله وعن وطننا، فلن نمل. أما أنتم فلكم التاريخ والعار والشنار والدعاء الناس والملائكة، والله عز وجل يدعو عليكم وتدعو عليكم ملائكة، كما قال الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنكم خنتم الوطن والبلد وأولادكم، وخنتم الشرق والغرب، وخنتم الجنوب، وخنتم كل بقاع البلاد. نسأل الله السلامة والعافية مما وقعتم فيه، ومن كان بريا والله يطلع على السرائر ينجيه الله عز وجل من انتقامه ومن صولته التي ستنزل بمثل هؤلاء الظلمة. ثم يسأل السائل كذلك، يقول عبد الله من الخمس، يقول: ما صفة دعاء الاستفتاح؟ ودعاء الاستفتاح مالك عليه رحمة الله ورد عنه في هذا الباب روايتان أو قولان: قول لا يقول به، لا يستفتح، وإنما يدخل في الصلاة، واستفتاح يترك للنوافل، وهذا هو مشهور المذهب عندنا، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة أن الله عز وجل يقول على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله، فقال علماؤنا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الصلاة تقسم هكذا وتستفتح الصلاة، فقال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله في عليائه: حمدني عبدي. فإذا قالوا يعني دعاء الاستفتاح هنا نسخ، قد يكون يعني في أول الأمر أو يكون في النافلة. ووردت الرواية الأخرى عن مالك عليه رحمة الله أنه نقل عنه تلاميذه أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وورد في ذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مالك عليه رحمة الله يجيز في آخر أيامه أو في زمن من سمعوه ونقلوا عنه هذه الرواية أنه يقول بدعاء الاستفتاح. على كل حال، ووردت فيه نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ويقول: اللهم
كذلك يقول في استفتاحه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله ويبسمل، ثم يدعو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وطهرني من ذنوبي وخطاياي كما بالماء والثلج والبرد، وغيرها من الصيغ التي وردت في الاستفتاح. فيقولها الإنسان بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل البدء في الفاتحة، والله أعلم. لكن من تركها ولم يقل هذا الدعاء أو نسيه لا يلزمه شيء، لا يلزمه لا السجود قبلي ولا بعدي، ولا يترتب عليه شيء. ثم الأخ محمد من طرابلس يسأل عن زكاة الزيتون، يقول: كم أخرج؟ إذا بلغ الحب عندك 40 مرطة، وهي 5 أوسق، يعني عندنا بالكيلة في أعرافنا 40 مرطة، فخلاص تجب فيه الزكاة، ولو خرج الزيت قليلا، ولو خرج الزيت قليلا تخرج. إن كنت يعني تسقيه أنت بالسواقي وعندك بئر المية تسقيه أنت، تخرج نصف العشر. وإن كان سقي بمياه المطر والوديان ويعني دون أن تسقيه أنت، فهذا يخرج منه العشر. فإذا ما دامه بلغ الحب، إذا النصاب يكون من جنس الحب، ويتجاوز 40 كيلة مرطة، فما خرج منه من زيت سواء كان كثيرا أو قليلا لا يهمني، خرج 10 لترات بس تخرج منه لتر، خرج 1000 لترة تخرج منه 100 لتر، وهكذا يعني تخرج العشر. ويقول: عندي شجرة يعني تستقي أو تسقى بماء التصريف الصحي، فما حكم ثمار هذه الشجرة؟ لا بأس بذلك، يعني الماء المتنجس يجوز الانتفاع به كما ذكر علماؤنا في سقي الحيوان وفي سقي الأشجار والنباتات، فلا بأس بذلك. فأيما شجرة عروقها قريبة من الأبار السوداء فهذا لا يضرها، ما دام الثمرة خرجت يعني نقية ليس فيها أثر الفساد ولا أثر هذا المجاري، فالثمرة تؤكل وتباع، وحتى لو بيعت لا يجب البيان أنها سقيت بماء نجس أو غير نجس، لا يجب البيان ما دام الثمرة صحيحة وسليمة وصالحة للأكل وللتناول البشري، فلا بأس بذلك. يقول الأخ دريس يسأل يعني عن خطر التيك توك والتواصل الاجتماعي، يعني خطره من عدة نواحي، خطره الحسي والمعنوي، خطره يعني على أفكار الأولاد مما يرد إليهم، أصبح باب مفتوح على مصرعيه سواء في الخير أو في الشر. وعندنا من قواعد المذهب المالك سد الذرائع، سد الذرائع يعني أحياناً الشيء يكون جائزاً ولكنه يمنع سداً للذريعة لأنه يفضي إلى الفساد. وأحياناً عندنا في المذهب المالك الذريعة تفتح، يعني الخمر يتخذ من العنب، فالعنب ما منعه علماؤنا غرساً ولا أكلاً، مع أنه يتخذه بعض الناس ضعفاء الإيمان يتخذونه خمراً، فما منعته الشريعة؟ قال علماؤنا: هذه من الذريعة المفتوحة، مع أنه يقدر يأخذ مزارع العنب ويعصرها ويدرها خمر، لكن علماؤنا قالوا: وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وفي كل مغرب، يعني هذا دل على الجواز، ما علمنا أحداً من العلماء قال بمنع زراعة العنب لأنها تتخذ خمراً، لأن فيها منافع للناس، فإذا هذه الذريعة فتحت. بينما الذريعة التي أغلقت قالوا كسب آلهة المشركين، فسب آلهة المشركين جائز أصلا في الشرع، ولا تسمى آلهة أصلا، هي في نظرهم هم آلهة، لكن عندنا نحن الموحدون، نحن الموحدون لله عز وجل ونعبد الله
فهذه ليست بآلهة عندنا، حجارة أو نار أو كنيسة أو عباد بقر أو عباد شمس أو قمر، هذه لا تعد عندنا شيئاً، هذه كلها يعني معدومة شرعاً عندنا. فمع ذلك ويجوز سبها ابتداء، مع ذلك نهانا الله عز وجل عن سب آلهة المشركين بحضرتهم لئلا يرد هذا السباب على إلهنا وعلى ديننا وعلى نبينا. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فعلماؤنا قالوا هذه من الدريعة التي هي سدت، من الدريعة المسدودة لا من الدريعة المفتوحة. يعني فحجر الشارع الحكيم سب آلهة وأصنام المشركين يعني سدا للدريعة. فإذا ما يفضي إلى الحرام يسد. فعلى الآباء هذه المواقع التواصل ينبغي عليهم أن يسدوا هذه الدريعة. كيف يسدوها وقد غزت العالم؟ أصلاً هو الذي صنع لك النت وصنع لك المواقع هذه الإلكترونية والمواضع، صنع لك خصائص ينبغي عليك أن تتتبعها. إذا أعطيت لولدك الجهاز هذا وبه النت وبه هذه المواقع، أعطوك إرشادات إلى أنك يعني تضبط هذه المواقع في صف في الموقع متاعك وفي خط الوايرس متاعك وخط النت، أنك لا تريد هذه المشاهد التي تخدش الحياة، دير عليها إكس في الإعدادات الضبط، ولا تريد يعني الأشياء التي لا تتناسب مع الأطفال دون سن البلوغ. فمجرد تحط هذه الخاصية خلاص معاش يرد إلى أطفالك. حتى الغرب الذين صنعوا هذا الفجور جعلوا هم تطغى عليهم المادة في النهاية، بكل يبوا الفلوس بس، يعني لكي لا تضيع عليهم هذه الأموال جعلوا خاصية لحماية الأطفال من هذه المشاهد الخادشة والمواقع. فإذا عندك خاصية تضبط سن الأطفال، ثم عندك خاصية أخرى تضبط بها يعني سن حتى الكبار، يعني كل ما هو يعني يخدش الحياة وفيه عري وفيه إلحاد وفيه تعرض للدين، يعني في الخاصية تضبطه كي لا يتعرض أولادك وبناتك لهذا السيل الذي يأتيهم، يعني التشويه للعقول وتشويه للأديان وإلحاد صراح وانحلال وفجور وفساد من كل جانب. يعني كأننا نرى والعياذ بالله إبليس وهو متكي يضع قدما على قدم وهو فرحان بمثل هذه المواقع التي دخلت بيوت المسلمين التي كان يعاني منها إبليس حتى يدخلها ويوسوس لفلان، فإذا قال لا إله إلا الله واستغفر الله أو قرأ آية الكرسي يفر من المسجد ومن البيت وله ضراط، يعني يهرب إبليس والعياذ بالله وله صوت، وهو كأنه يخرج الريح كصوت الفرس لما تقعد تخض وتخرج ريحا من شدة عدوها. هو كذلك يفر من التسبيح ومن الذكر في القرآن، يفر فلا يوسوس لك في البيت. الآن هو يفر من البيت ويأتيك عبر النت وعبر المواقع هذه الإجرامية التي فتحت أبوابها على أولادنا وبناتنا ونسائنا. وكم من حالات طلاق الآن فشت في المجتمع، كم من حالات فراق بين الأزواج بسبب هذا المرض الذي فشى بين الناس. ينفتح كل من كان يعرف فتاة في المدرسة والله في الثانوية والله في الجامعة وقد أفضت إلى حال سبيلها وتزوجت وقد يكون قد أنجبت، يفتح عليهم هذا الوسواس باب التعارف وباب التواصل الخفيف إلى أن يقعوا في الحرام. فإذا اطلع الزوج على هذا الأمر وقع في الحيرة بينه وبين الاستمرار في هذا البيت وبينه بقى على بيته على بيت الزوجية والبقاء على أولاده وعلى سمعته وعلى سمعة بناته وسأل على سمعة زوجه وعلى سمعة أولاده، فسبحان الله، فهذا خطر عظيم. ومن وقع في مثل هذا الأمر ينبغي عليه أن يتوب وأن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل. فكم من حالات الآن أفضت بالأمة الإسلامية ببناتنا وأولادنا للفراق، بنات يتزوجن ولا يمضي على زواجهن أسبوع ولا شهر،
حتى تظهر صورها في النقالات وفي المواقع، وقد البعض منها تكون مظلومة يعني بسبب هذا الفوتوشوب هذا والتركيب، والبعض ليست بمظلومة وإنما هي يعني بما بيدها فعلت هذا الأمر، وهذا خراب للبيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم أن يفسد الرجل المرأة على زوجها، ولذلك قال من أفسد امرأة على زوجها في الأثر، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه لكن أمره عظيم، قال من أفسد امرأة على زوجها كدت أنا ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. يا رجال الإسلام ويا أمة المسلمين ويا أيها النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنت ما يا من تفسد النساء على أزواجهن، يعني لا تمل بالمراسلات وبالاتصالات حتى تفسد امرأة على زوجها، أو قد تتعرض أنت لهذا الأمر فتنجر خلف هذا الأمر ولا تقطع هذا الباب ولا تقطع هذا السبيل، فلا يحل هذا الأمر. من أفسد امرأة على زوجها كدت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم حفظه وهدايته وتوفيقه. انتهى الوقت، وعذرا إن بقي شيء من الأسئلة لم نتناولها بالتعليق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنوّرهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.